ننتقل معك أستاذ عبد الرحمن إلى السوداني، ومنها نقرأ: الرئيس يصدر قرارا بتمديد إيقاف إطلاق النار. أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أمس قرارا جمهوريا قضى بتمديد إيقاف إطلاق النار المعلن حتى 30 من يونيو العام الحالي. أستاذ عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا التمديد من وكيف يدعم عملية السلام؟ طبعا على أرض الواقع هذا القرار يأتي تجديد لقرار كان قد أصدره رئيس الجمهورية في ديسمبر من العام الماضي بتمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر ستنتهي في 31 من مارس الجاري. ومن ثم هذا يعتبر بمثابة تجديد لوقف إطلاق نار ظل ساريا لأكثر من عام، ظل يجدد باستمرار. الحركات المسلحة من جانبها كذلك عبد العزيز الحلو كان مؤخرا كذلك قد أعلن عن وقف إطلاق النار. لعام صمد وقف إطلاق النار بين الحكومة والحركات المسلحة، والعيل ذلك الآن على أرض الواقع لا تدور معارك، بل ربما في معارك كبيرة سابقة اندحرت فيها الحركات المسلحة. حركة العدل والمساواة اندحرت في معركة جوزدونغ الشهيرة، وفي معركة الشمال وشرق دارفور، وكذلك حركة عبد الواحد محمد نور اندحرت في جبل مرة ولم تتبقى إلها إلا أيوب مناوي ربما لا يوجد الآن حتى في الميدان. ومن ثم على أرض الواقع الآن ليس هناك من وجود مادي للحركات المسلحة. هذا لا يعني نفض اليد عن السلام، لأنه ربما فرد مسلح واحد خارج على السلام يمكن أن ينسف الأمن والطمأنينة. كما ذكرت يعني ورغم توقف العدائيات بين الحكومة والحركات المسلحة والمتمردين إلا أن مياه السلام والمفاوضات لا تزال ساكنة حتى الآن. هذا الأمر حسب الخبراء هو أمر خطير على المدى البعيد. لماذا لم تنشط يعني المفاوضات بين الجانبين بين الحكومة والحركات المسلحة حتى الآن؟ بمبدأ إذا لم يكن هنالك حرب فيجب أن يكون هنالك سلام. طبعا إذا أردنا أن نكون منصفين، ربما انشطار الحركة الشعبية شمال إلى حركتين وانقسامها إلى فصيلين ربما كان هو الذي أخر المفاوضات. حتى عندما دعا الاتحاد الأفريقي إلى خارطة الطريق، الحكومة كانت هي أول من بادرت ووقعت على خارطة الطريق. حركة الشعبية تعبت في الأول ثم عادت ووقعت، ثم بعد ذلك الحكومة قبلت المقترح الأمريكي بتمرير الإقاسات عبر المعونة الأمريكية. الحركات تعبت إلى أن انقضت فترة أوباما. في هذا الحكومة أحرزت أكثر من هدف في مرمى الحركة الشعبية. طبعا تعلم الحركات الدارفورية، كانت دارفور قد مضت في طريق اتفاقية الدوحة، ولكن كثير من الحركات تأبت على هذه الاتفاقية وما تزال في انتظار مفاوضات منفصلة. كانت قد جرت مفاوضات، هم كانت الحكومة طلبت فيما يتعلق بالإقاسات، ليست هناك مشكلة في دارفور. الحكومة طلبت كانت أن تحدد مواقع القوات الدارفورية. القوات الدارفورية رفضت تحديد مواقعها، قالت أنه ربما شنت الحكومة هجمات عليها. دكتورة من حسن عمر كان قد علق ساخرا، قال يعني كيف يعني تحدد مواقع هي أصلا قوات هذه لا توجد في الأراضي الدارفورية. طبعا غالب القوات الدارفورية الآن التحقت بجنوب السودان والتحقت بقوات حفتر في ليبيا. الآن حركة السلام تداور مكانها. كانت قد جرت مفاوضات مع عبد العزيز الحلو، لكنه ربما أتى لهذه المفاوضات مستكشفا، ربما هو كذلك فريقه حديثي خبرة بالمفاوضات، ربما هو الآن يطرح تغيير المصير. لكن أنا في تقديري هذا تعليل للموقف التفاوضي. الآن هم يدخلون في معارك ما بين بعضهم البعض، عبد العزيز الحلو وملك عقار. ربما كان هذا هو الذي يصعب ويعجل